إذن البداية التكريمات ستكون بالحكام الذين أداروا العديد من المباريات في هذه الدورة الكروية للاعبين الشبان اللاعبين الصغار. البداية ستكون بسعيد بن حداش مشكورا الذي ساهم في إنجاح هذه الدورة الكروية للاعبين الصغار، فليتفضل مشكورا سعيد بن حداش. يتفضل مشكورا، بارك الله فيك. يكرم في هذه الأثناء سيد سعيد بن حداش من قبل عمي مصطفى رحموني. دفع تسبيقاتكم ساعدونا الشبان الصغار باش يمارسون الرياضة بعيدا عن الآفات الاجتماعية. كذلك تكريم للحكم جلول